في المؤتمر الخامس تتزامن أعمال رابطة برلمانيون من أجل القدس مع ما يجري في غزة من حرب إبادة، وقف العالم أمامها شاهدا لا يغير في المشهد شيئا، فجاء هذا المؤتمر بأجندات أوسع للوقوف على حجم الكارثة ومحاولة القيام بما يلزم نصرة لفلسطين عموما وغزة خصوصا. برلمانيون من أجل القدس للتأكيد على دعمنا المطلق لأهلنا في فلسطين، لأهلنا في القدس وأهلنا في غزة، للتأكيد على دعمنا للمقاومة وللتأكيد على مطالبنا بوقف هذا العدوان الإجرامي على أهلنا في قطاع غزة. ويأتي أيضا للتعبير عن المواقف الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، ويحمل رسالة كبيرة جدا، رسالة تعريفية بما يواجهه إخواننا في غزة، وكذلك تجميع الآراء لنصرتهم. أكثر من 600 برلماني من نحو 80 دولة حول العالم شاركوا في المؤتمر المنعقد في اسطنبول بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أكد على وجوب وضع حد لغطرسة الاحتلال وإيقاف المجازر التي يرتكبها في غزة. فنحن اليوم نقف مع سائر إخوتنا البرلمانيين لنؤيد هذه القضية ونؤازرها وندفع بها إلى الأمام ونحشد الشعوب حولها ووراءها ومعها، متمنين إن شاء الله أن يكون مخرجات هذا المؤتمر الحاشد من البرلمانيين مساندة ودعم ومناصرة للقضية الفلسطينية. طبعا المأمول هو أن توقف هذه الحرب، وأن طبعا نمشي مع أو نتماشى مع الموقف الرسمي للمقاومة الفلسطينية التي تدعو إلى وقف شامل ووقف كلي لهذه الإبادة التي تمارسها الصهيونية الإسرائيلية. المؤتمر الذي سيستمر 3 أيام يحمل في أجنداته ورش عمل لتحويل مخرجاته إلى أفعال ضاغطة ومؤثرة في مسار الحرب الصهيونية على غزة. نحن نستهدف بالمقام الأول إنشاء مظلة سياسية وقانونية وبرلمانية عالمية تناهض هذه المظلة التي تصنعها أمريكا وتشد منها بها أزر الكيان الصهيوني الغاصب، بحيث نحن نطاردهم ونختصمهم في كل مكان في جميع المحافل الدولية. وبما أن البرلمانات لها أدوات ضغط حكومية، يأمل الحاضرون بتحريك المسار السياسي العالمي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.